إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. ارحموا من في الأرض. هذا العنوان جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الإمامان أبو داود والترمذي: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث عميق في معناه، صغير في مبناه، يستنزل الرحمات، يزرع الألفة بين أهل الأرض جميعا. هذا الحديث إذا تمثله الناس أنزل رب الناس الرحمة عليهم جميعا، وهذا وعد منه جل جلاله: ارحموا، كما في الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله جل جلاله رحيم بعباده، فمن أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم تجلت فيه هذه الصفة الجميلة الجليلة، صفة الرحمة، كما في قوله تعالى في سورة الأنبياء في الآية السابعة بعد المئة الأولى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عن نفسه: أنا الرحمة المهداة. وقال لنا جميعا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة سر الحياة، الرحمة تستنزل البركات، الرحمة تؤلف بين القلوب، الرحمة تحقق التعايش بين أهل الأرض. وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تتمثل الرحمة في معاني الخير والسماحة والمعونة، كل هذه المعاني تشملها كلمة الرحمة. فإذا تمثلناها في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الاقتصادية، في جميع مناحي الحياة، سيتغير حالنا إلى أحسن حال، عملاً بقوله تعالى في سورة الرعد الآية 11: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نتمثل معاني الرحمة على مستوى الأسرة. ربنا أمر الوالدين بالرحمة وبحسن التعامل مع أولادهم، في مثل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وأمر الأولاد بالرحمة بالوالدين: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأمر بالرحمة بين الزوجين
وهما أساس بناء اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة. إذا كانت قوية متماسكة كان المجتمع قويا متماسكا، أما إذا كانت مهزوزة ضعيفة ممزقة كان المجتمع كذلك ممزقا مفككا. لذلك ربنا أراد أن يبني هذه اللبنة على أساس الرحمة، كما في سورة الروم الآية 21: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نتمثل الرحمة في التعامل مع الجيران، وهي من وصايا جبريل سفير الأنبياء لخاتم النبيين والمرسلين. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والرحمة في المجتمع، فإذا انتشرت معاني الرحمة في المجتمع نظر الله عز وجل إلينا بعين الرحمة وتغير حالنا إلى أحسن حال. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. وهذه الرحمة لا بد أن تتعدى بني البشر إلى سائر الكائنات، فديننا الحنيف أوصانا بالرحمة بجميع الكائنات من الطيور والحيوانات والبهائم المختلفة الأليفة وغير الأليفة. هذه معاني الرحمة التي لا بد أن تنتشر في هذا الوجود. لا بد أن نرحم نحن هذه الأرض التي نعيش عليها وفوقها، منها نعيش، نبني مساجدنا، نبني مصانعنا، نقيم بيوتنا، نزرع حدائقنا، نأكل من هذه الخيرات والنعم التي لا نحصيها عددا. ولكن هناك من بني البشر من يجتهد في إسالة الدماء وفي إزهاق الأرواح وفي إشعال نيران الفتن. لو نطقت هذه الأرض لاشتكت إلى رب العباد ظلم العباد. الرحمة سر الحياة، فإذا اجتهدنا في تمثلها تجاه الأرض والبهائم وسائر الكائنات والفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمرضى الأحياء والأموات مع الحاضرين مع الغائبين، سوف نسعد بأيامنا وتتحول حياتنا إلى حياة هنية، إلى حياة سعيدة، إلى حياة فيها أسرار نتمتع في هذه الحياة تمهيداً للسعادة الأبدية التي تنتظرنا في دار القرار. واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم انظر إلينا بعين الرحمة، اللهم لا تنزع الرحمة من قلوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.